هذه مخالفة عدم وجود لوحة. هذه مخالفة مصباح خربان، مصباح أمامي. هذه مخالفة ممنوع المرور وقت الذروة. مخالفة الجوال، استخدام جوال. هذه حزام أمان. هذه مصباح مصابيح الأمامية. وكمان دخول باص الذروة، دخول الشاحنات، ودخول حزام الأمان. وش الأنظمة الجديدة الموجودة عندكم؟ اللي هو نظام CCTV. هذا تصوير مستمر ويلتقط جميع السيارات اللي تمر، ومراقبة حركة مرورية، مخالفة داخل المركبة اللي هو حزام الأمان واستخدام الجوال. هذه الكاميرا وتصوير ليلي، طبعا نستخدم في الجسور وفي الانفاق اللي يكون صعب الوصول اليها. كل الاماكن المغطاه راح تغطى داخل المدن كامل المدن. جسور، انفاق، كباري. طيب ممتاز. بالنسبه لهذه الكاميرا اللي احنا نشوفها يوميا، هذه كاميرا فوتونيك، هذه راح ان شاء الله تتغطى وتكون تاخذ المسارين، يعني الاتجاهين، ست مسارات وست مسارات، يعني تحسب 12 مسار تفرق بين التريلا والباص والسيارة الصغيرة. كل فئة لها سرعة معينة. كل فئة لها سرعة معينة. هل المسارات كلها بنفس السرعة ولا تختلف المسارات؟ تختلف المسار. هذا الأخير حق ترك 80، مجرد إنه يتجاوز على طول تتصور، لأن تكون سرعته في المسار اللي بعده صفر. طيب السيارة العادية في الأربع المسارات نفس السرعة؟ نفس السرعة، 120 لك 10% إلى 132. إلى 132. طيب هذه الكاميرا تغطي المسارات في الاتجاه اللي راح تكون في الجزيرة، الجزيرة اللي في النص بين الطريقين. طيب بالنسبة لهذه الكاميرات المتحركة، هذه كاميرا طيب، هذه طبعا للسرعة، بس مجرد ان نحطها هنا نشبكها مع وحدة القياس نسوي لها ابديت تتحول الى سرعة وقطع اشارة ومشار وكتف. هذه تكون شاملة في حال ربطها مع وحدة القياس. مع وحدة القياس تكون على ترايبد بسرعه. طيب احنا نشوف عاده في الطرقات وكذا تحطونها فجاه كذا، يعني موجوده ترصد كل المسارات وكل السيارات المخالفه. نفس مميزات هذه، تمسك ست مسارات. ست مسارات. وطبعا تصويرها المخالف دائما ما نخالف على صوره. تشوف الصوره ونشوف الفيديو. يعني تشوف الصوره بعدين تشوف اللايف مع الصوره. النظام انه يكون على سياره زميلها. الكلام غير صحيح. اساسا عندنا مكتب وحده معالجه سائق. نعم. في اداره مرور المنطقه الشرقيه، عند منطقه الدمام بس. تروح هناك تعطي رقم المخالفه على طول. يوريك الشاشه، يوريك المخالفه اذا كان هذا مخالف 500 بعد. وهذا 500 ويخضر الشارجر. يعني مثلث هذا 500 ريال.